هزيمة في البطولة وماتش اليوم في كوب دافريك، شنو اللي نجم يتغير في السياسة؟ هزيمة تنسات لأنها في بطولة وفي أخذت معناها نصيبها وفي الإطار بتاع البطولة. اليوم عنا معناها كأس أفريقية في ملعبنا في أول جولة، أكيد أنه اللاعبين وكنا عازمين أنه باش نعملوا بداية موفقة في معناها دوري المجموعات تاع كأس الكاف. توا يظهر لي توينير صفحة ماتش الإسبيرونس، توا كونسنتري على الماتش هذايا، وإن شاء الله أهم حاجة اليوم هي باش نفرحوا الجمهور نتاعنا ونكسبوا إن شاء الله 3 بوان. احنا طموحنا إن شاء الله إن الحارس اللي يتاخد من عندنا من المنتخب لازم يكون أساسي في المنتخب، وهو ده اللي احنا بنسعى ليه في الفترة الجاية، إن حراس منتخب تونس إن شاء الله يكون ليهم نصيب من السياسة. تتصور إنه باش يكون خلوفي أساسي في المنتخب؟ والله أنا مش مدرب المنتخب، ما أقدرش أحكم على شيء أنا ما أقدرش، مش شغلي يعني. بحسب رأيك الفضل يرجع لك أنت ولا يرجع للخلوفي في إنه الدعوة بتاع المنتخب؟ الفضل يرجع لربنا قبل كل شيء. انتر only 16 players under Tunisian because of the problems and the visa to players. Not good strong team now because not possible change the players. But I think the 11 players good game is possible to win. SS est une bonne équipe. Il est de bons joueurs. Il est 4 ou 5 étrangers, 3 sénégalais. Et, comme ça, nous va voir encore comment va se faire le match. Nous avons 4 ou 5 joueurs qui sont restés à l'Angola pour les problèmes d'examen pour l'école et notre pour les blessés. Mais quand le match de retour, il va faire ça le match. Ça sera difficile, ça sera difficile. Tous les matchs de l'extérieur sont toujours difficiles. Donc, mais on est prêt, on est préparé pour ça et on fera notre match. Ah oui, l'autre fils Saïd et toi. والله يتطور سايفولي كومون فو، معناها يتطور كيما نحبوا احنا. ما ساقو مش تقعد هكاك مده شهر ونص وبعديك الفحوصات مش تبين لنا شنو اللي مش نعملوا. الاصابه بالتحديد الاول اصابه في الركبه، ما اللي تتطلب في ما بين الاربع شهور ونص وست شهور ان شاء الله يكون فوق الملاعب. الحمد لله ان شاء الله عندي بريسك شهر مرتاح، تو مازال جماعتي ان شاء الله ونرجع نعمل ريدوكاسيون كذا، وان شاء الله بقدره الله شهر من زمان نرجع ان شاء الله لونتريمون بقدره الله واحده واحده ان شاء الله نرجع كالعاده وكاو. اكيد الاصابه هذه مش تخليك تقدم برشا قدام. كما يقولوا فيها ثم مثل يقولوه ما نعرفش هكا الناس قبل ما نعرفش حتى تو ما تقال معناتها ما يتنساش. يقول لك الضربه اللي ما تقتلش توجع الا تقوي، فهمت؟ ان شاء الله بقدره الله الواحد كف به هذا معناتها باش يفيق به هكا المستقبل وحياته وكاريره، فهمت؟ والحمد لله يا ربي معناتها جاتنا خفيفه، معناتها الواحد كما يقولوا فيها يعمل خير يلقاه، وان شاء الله بقدره الله يرجع سعيد يدوبل ان شاء الله وبالخدمه كل شيء يجي ان شاء الله. Débuter avec ceci-là, c'est pas la première fois. Dieu est avec nous. Quel est le nom de l'Amiri? Je suis déjà dans le match. C'est l'équipe qui a été le match. J'étais obligé de nous faire un match. Tu as un CSS? لبس جو نظيف، جوريت يحبوا يلعبوا لبس. الشوط الاول معناتها النادي بهذا الشخصي نزل معناتها يقيس في المنافس نتاعو، تو خذا الثقه وعرف درس المنافس بالباهي، ماشي يشوفوا شوط ثاني مغاير، ومازالت ثم اهداف اخرى مش تسجل. والنادي الصفاقسي هذه معناتها تسمى بالنسبه لي له مقابله مش تبعث فيه روح تصالحيه مع الجماهير نتاعو.
So, coach, I think it's very hard result for you. It's a just result. And CSS is a good team. And two first goals, not good, and the Inter Club, because the defender, the Inter Club, to lose the ball and the goal. But better team CSS and the Inter Club. النتيجة هي طيبة لكن راضيين على حوايج ثم حوايج لازمنا نعملوا باش نتلافاوها والحمد لله على كل حال معناها انتصار مستحق. بالطبيعة ظهري ترضي نحن وترضي الجمهور نتاعنا ظهري اللي الماتش اللي فات فوبا يعني صار لنا كنا محضرين مليح ما فقناش ربي الحمد لله اليوم ظهر لي وريناهم يعني كورة باهية ويعني وسكور الحمد لله ربي ظهر لي تو شدينا اثنين ان شاء الله ربي معنا ان شاء الله ديما نكملوا هكا وكاو. أكيد جمهور نادي الصفاقسي اليوم كان لاحظت أنت ما فماش دي بوندرول كما نقولوا كاين نوع من الغضب على الهيئة نتاع نادي الصفاقسي.